السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ هانين، صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكما العاده يلقاكم الفيديو ديالي ان شاء الله في احسن الاحوال، نتوما وليداتكم والناس اللي عزاز عليكم. الله يبعد علينا وعليكم ان شاء الله هاد الاوبئه اللي كدور، والله يجيب الشفاء للجميع، الله يشافي اللي مريض ويعافي ان شاء الله ويعطي صحيحته، والله يبعد البلا والباس علينا وعلى جميع الامم يا رب، وينزل الرحمه والبركه في العمر وفي الرزق وفي الوقت يا ربي، اللهم امين. مهم البنات، دابا جيت معكم باش نحضر معكم واحد الدجاجه شفتها في اليوتيوب، بغيت نشارك معكم الطريقه، عجبتني، نتمنى تعجبكم كاملين البنات. مهم طريقه سهله جدا 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 البنات. مهم عندنا هنا واحد الدجاجه ديال تقريبا واحد الكيلو ونص هكاك ولا جوج كيلو، ما بقيتش عاقله. المهم راجلي اللي كيتقدى اللحم، المهم راه باينه تقريبا غتكون واحد جوج كيلو هكا، غتكون كيلو ونص، كيلو ونص على حسب عيني ميزاني. المهم غادي نشدوها البنات، غادي نحاولوا نقسموها على جوج كما كتشوفوا. وقبل ما نقسموها البنات ضروري نكونوا غسلناها وخليناها، درنا فيها واحد شويه ديال الحامض، شويه ديال السكنجبير، كنخليوها ترقد فيهم، والملحه، وكنخليوها ترقد. هنا البنات غادي نشدوها نقسموها على جوج، غادي نبقاو نحاولوا نقسموا، خصنا شي حاجه زايده بحال هكا ضروري نحيدوها. نحاولوا نديروا ليها هكا البنات كما كتشوفوا البنات، الفيديو طفى معايا. المهم هنايا كنحاول نعاود نشرح لكم. المهم البنات درت واحد الفلحات هنايا في الصدر ديالها باش نرققهم، درت في الجهه الاخرى، درت هنا في الفخيضات باش يدخلهم الطياب كاملين، درت في الجهه الاخرى هنايا. المهم تنحاولوا نضغطوا على يدينا نشوفوا البلاصه اللي كتكون شي شويه قطعصه معانا، وصافي كيف ما كتشوفوا. كتسير على هذا الشكل، صافي البنات كما كتشوفوا حنا سالينا الطريقه ديال الفلحه ديالها. غادي نجيبو هنا البنات، غنجيبو الملح، غادي نخلطوه هو والكمون، اللي عنده حتى الكمون حبوب يديرو، متوفرش عندي انا، ماشي متوفرش، معرفت فين خازناه ما عطيتوش، بقيتش عقلت. المهم غادي نبداو نرشو عليها، نحاولو نقلبوها بلاتي. غادي نجيبو البنات الطاوة ديال الفرق كيف ما كتشوفوا، درنا ليها الورق، واللي ما عندوش يقدر يدير ليها يدهنها بالزبدة. هنا البنات غادي نجيب واحد الطريفة تاع الزبدة، نحاول بحال ندهن، الزبدة عندي شوية قاسعة، غادي نحاول نحطها غير هكايا، غادي تدوب من بعد الراسة. ونحاول ندير الزبدة واحد شوية في الفران سخون باش تطلق معايا، باش
إذا كانت هكا قاصحه شويه كتبقى تعذب في التحضير. غادي نقلبوا الدجاجه، غادي نرشوها عاود بالملح والكمون، اللي بغى يقلل الملح اللي بغى يقلل الكمون تيبقى اختياري. غادي نجيبو الزبده، هي طلقت معنا شويه باش تجينا ساهله. وصافي، وغادي نستمروا بحال هكا ملي غنساليو نديروها في الطاوه ديال الفران وندخلوها للفرن، والمده غادي نقولها لكم من بعد ملي غادي تكون جاهزه معايا. راه ما كتاخذش تقريبا ساعه ديال الوقت كتكون طايبه، تكون جاهزه وتقدروا ترافقوها بشي سلطه ولا خضر في الفرن، خضر محمرين في الفرن كيبقى هذاك الشيء اختياري. يلا البنات نتلاقاو باش نحضروا نكملوا التحضير ديالها في الاخر. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي ندخلها الفرن اللي سخنته من قبل على درجه حراره ديال 200 درجه، وغادي نخليها في الوسط الفرن ديال الكهرباء طبعا. نحاولوا نسرحوها باش تطيب بسرعه، وغادي نكملوا الطريقه ديال الطهي ديالها ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. البنات هنايا باش نرافق هذاك الدجاج غادي نجيب واحد البطيطات غادي نقطعهم. كما كتشوفوا غادي نقسمهم على جوج، غادي نقسمهم على ثلاثة، كل نصف غادي نقسمه على ثلاثة بهذا الشكل. الا كانت صغيرة نقدروا نقسموها غير على جوج. غادي نستمر في التقطيع البنات ورجع نوريكم التوابل اللي غادي ندير في البطاطا. مهم نقسمهم على جوج ولا ثلاثة ولا على جوج، مهم احنا هنا في ايطاليا البطاطا دغيا كطيب كنخليها شوية غليظة. بالنسبة للمغرب تقدروا تقسموا على ثلاثة باش تجي رقيقة هكا وصافي. غادي نستمر حتى نكمل الكمية اللي غادي نحتاج ورجع نكمل معكم الطريقة ديال التتبيلة. من بعد ما قطعتهم وغسلتهم على هذا الشكل شنو اول حاجه غادي نضيف؟ غادي نضيف الزيت، غنضيف الملح حسب الذوق. البنات انا هنايا كنشري واحد التتبيله ديال الخاصه بالبطاطيس، راه كتباع في الام دي، كتباع في اوروسبين، كتباع في اي محل راه كيكونوا ديال الدجاج ديال البطاطا ديال اي حاجه. مهم هنا البنات غادي نقرا لكم المقادير اللي كاينين فيهم. كاين فيهم الملحه، كاين فيهم ازير روزمارينو، وكاين فيهم الثوم المجفف، وكاين فيهم الزعتر، كاين فيهم البزار الابيض، شنو كاين، كاين الكرافس حتى هو ناشف، كاين كاين الموطارد، كاين دوك حبوب ديال الجنجلان ديال سيسامو. صافي هادو هما المقادير اللي كاينين فيها البنات. راه هو زوين كيجي كيدار في الطاطا بغيتو ديروه في الفران. المهم انا غادي نزيد عليه، غنزيد عليه شويه عاوتاني ديال روزمارينو ديال الازير، وغادي نزيد عليه شويه ديال الاوريغانو ديال الزعتر مجفف، وغادي نزيد بزار الابيض واحد جوج رشات. حنا راكم عارفين ما كنبغيو التتبيله تكون كثيره، غادي نزيد واحد شويه ديال الثوم، ثوم مجفف، وغادي نزيد واحد شويه ديال شنو كيسميوها التحميره
ديال التحميره الحاره شويه، ماشي حاره بزاف، ولكن انا ما كنبغيش ندير هذيك التحميره، كندير الفلفل الحار. هذا الفلفل الاحمر الحار، هذا الفلفل الاحمر الحار. صافي البنات، وغادي نخلطوا مليح، وغادي نضيفوا البنات. انا بالنسبه ليا بطاطا دغيا كطيب، غادي نخلي الدجاج حتى يتناصف في الطياب ديالو، عاد غادي نستف حدا هاد البطيطات بنتوما ني تشربوا شويه ديال التتبيله وصافي، وكيجي. وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الطبق، وغادي ندوزو دابا ان شاء الله. اللي كيتعجبو بطاطا صفراء يدير واحد شويه ديال الملون اصطناعي، ولا يدير شويه ديال الزعفران، يرطبو في الماء ولا في الزيت ولا هذا، ويديرو ولا ديروا غير هكاك شعيرات مع بطاطا، راه غيطلق اللون.